في مدرسة صحم الثانوية للبنات كرمت منطقة الباطنة التعليمية المدارس الفائزة في مسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية. أقيم الحفل تحت رعاية سعادة علي بن أحمد الأنصاري وكيل وزارة الإعلام للشؤون الإدارية والمالية. في بداية الحفل ألقى مدير عام منطقة الباطنة التعليمية كلمة بهذه المناسبة، تحدث من خلالها عن الجهود والأنشطة التي بذلت، مشيدا بتعاون الجميع لإظهار مدارس المنطقة بالصورة المشرفة. اشتمل الحفل على العديد من الفقرات الفنية التي أظهرت وعكست الاهتمام الكبير الذي توليه منطقة الباطنة التعليمية للأنشطة التربوية والتعليمية. هل ترضى يا خالد أن أرمي أحد المرة مثل هذه العلب في بيتكم؟ في بيتنا؟ طبعا لا أرضى أن نجود الناس أحد مجمع القمامة. إذن اسمع ماذا قال الشاعر في هذا المقام: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. وفي الختام قام سعادة علي بن أحمد الأنصاري بتوزيع الجوائز على الفائزين، وتم تكريم المدارس الفائزة وأولياء الأمور والطلبة وهيئات التدريس بالمدارس الذين بذلوا الشيء الكثير من أجل إنجاح فعاليات مسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية.